ابتداء هو بدأ باستخدام تغريدة غردتها أو كتبتها صحفية أمريكية، واستغلوا فيها وجودي السابق في الداخل السوري وعملي في مجال الثورة السورية. استغل هاي التغريدة وأخذها واتهمني فيها بانتماء لتنظيمات إرهابية بالداخل السوري، وكان سبب التغريدة هو انتقاد سياسة الحزب الحاكم في تركيا على أنه عم يمنح جنسية لسوريين كانوا ضمن صفوف تنظيمات إرهابية بالداخل السوري. وعلى هيك كتير إجاني اتصالات بعد ما صارت هاي التغريدة، وقالوا إنه المفروض إنه تتحرك حتى تحكي أو ترد عليه. فرديت عليه ابتداء من التغريدة إنه أثبت اللي أنت عم تدعيه، وإلا راح استخدم طريق القضاء. وحصل إني كتير من المحامين الأتراك اللي مناهضين لفكرة العنصرية التركية اللي كانت منتشرة بهذاك الوقت بشكل كتير كبير، لأنه يحكوا معي ويقولوا لي إنه لازم أنت تتحرك قضائيا لحتى تحصل حقك، لأنه هذا الأمر رح يتكرر وممكن يسبب لك أذى. منار، إذا مالي غلطان هو كان نشر صور إلك، كمان نشر صورتك. وأنا بس بدي أطلب منك لو سمحت بس ترفع صوتك شوي ليوصلنا بشكل أفضل. تكرم. هو نشر مو بس صورتي، هو نشر وثائق شخصية، يعني نشر صورة الهوية الشخصية كمان. طيب، بالمحكمة أو قرارك بأنك تروح للمحكمة، خليني يعني كون كتير هيك واضح معك، كتار من السوريين لما بيتعرضوا لمظالم حتى أكتر من هذا التشهير أو تغريدة، لما بيتعرضوا لظلم شخصي بيقولوا لك ما بدي أنا أروح على محكمة، ما بدي فوت هاي الفوتة، ما بدي يمكن وصل الأمور لهون. لكن أنت وصلت لهون، على ماذا كنت تستند عندما قررت أنك تروح على المحكمة؟ يعني أنا بشوف إنه وين ما كان التوجه للقضاء هو الحل الأنسب. بالنهاية المحاكم أو المحكمة بتنصفك. ما كنت مستند غير على الدعم اللي شفته بعد ما غردت ضد العنصري أوميد، وجدت كم هائل من التأييد من العرب أو اللاجئين أو حتى غير السوريين ومن الأتراك نفسه. كان تعليقات كتير قوية وكتيرة، يعني ما لحق اتصالات انه ما لازم تسكت عن حقك، هذا الاتهام كتير خطير. ونحن بعصر معروف التهم اللي بتكون بين قوسين فيها شيء انتماء ارهابي، هاي التهمة بتدمر مستقبلك، مستقبل اهلك، مستقبل جيرانك حتى ممكن. يعني كتير الموضوع سني، فشفت تأييد كتير كبير. وبعدين لازم يكون في خطوات، وكنا نحن حتى قبل مع كثير من الناس المتواجدين على الأراضي التركية بنقول إنه لازم يكون في مرجعية للسوريين يرجعوا لها في حال صار في أذى أو تعدي عنصري على أحد السوريين. وحبيت أكون أنا يعني خوض هاي التجربة، أتوجه للقضاء وشوف النتيجة. كثير كثير من الناس قالوا إنه القضاء التركي راح ينصفك، والحقيقة يعني حصل مثل ما قالوا، حتى كانت المدة قصيرة. منار، من أين حصل أصداء على وثائق شخصية لك؟ عرفت الإجابة؟ ما عرفت كل شيء، مثل ما قلت لك ابتداء هو أخذ هي يعني هي التغريدة أخذها من صحفية أمريكية كتبت عني قبل سنة تقريبا، وحتى صحيفة سول خبر التركية أخذت وقتها، وأنا تأخرت برفع الدعوة. وكان غلط، لأنه دائما رفع الدعاوى اللي فيها تحصيل أو رد اعتداء أو شيء من هذا لازم يكون خلال وقت قريب، يعني بعد ما تنزل التغريدة أو التشهير لازم في معك وقت محدد لازم تروح وتستغل هذا الوقت، لأن إذا مريت عليه وقت كبير ممكن ما تستفيد شيء من الدعوة. شو الشكوى اللي قدمتها منار تحديدا؟ هو تشهير، تهمة، شو الشكوى التي تقدمت بها؟ نص الدعوة إذا تشهير فيني أقول. استخدام وثائق المفروض ما يستخدمها
وثائق خاصة، تشهير، افتراء، افتراءات كاذبة. وتعرف انت هو اصلا نائب بالبرلمان، عنده حصانة اللي المفروض يكون في بيترتب على الموضوع اشياء جزائية، لكن كونه نائب بالبرلمان التركي فمشان هيك بيعتمدوا فقط على الغرامات المادية والانذارات فقط. وهو حكم بغرامة مالية. نعم. طيب عموما استنتاجك النهائي من كل هذه القصة منار، شو اللي استنتجته؟ عموما يعني انا بشوف انه لازم الافضل في توجه عنصري مقيت عند بعض الاحزاب بتستغله بشكل سياسي لاغراض حزبيه، ونحن على ابواب انتخابات او استحقاقات انتخابات برلمانيه ورئاسيه، بشوف انه عم يتم استغلالها من قبل بعض احزاب المعارضه حتى يعني يحققوا شيء على بالانتخابات او على الاستحقاقات. فهذه هي اللي ماني شايف غير هيك. طبعا هذا الخطاب اثر كثير كبير على علاقه السوريين بالاتراك والعكس، وشفنا كثير في تصرفات كثير سيئه من قبل بعض العنصريين، وهو كان اكبر المحرضين ومعروف، حتى صار ترند تقريبا بين السوريين، صار هذا الاسم معروف جدا، أوميد أوزداغ هو العنصري الأكثر مقتا ضد اللاجئين السوريين.